يعني they're not very American. لا بس لا they're, they're in work. touch with the, yes. the reality. They're more understanding. Oh very loving. More understanding. ناس كتير قوي كانوا حتى من صحابي او ناس اعرفها بيبقوا يعني فاهمين اللي بيحصل وفاهمين انه طبعا يعني اللي بيحصل ده هبل يعني بس طبعا عندك برضو في الاندستري في الميوزك اندستري ان جنرال الناس طبعا كلها اه يعني <applause> كتير قوي يعني uh, It must be it must take a huge toll on you. I'm اه كان في يعني. الاول طبعا يعني حتى كنا المفروض اناونس التور الورلد تور بتاعي كنا هناناونس 13 اكتوبر. ف ده اللي هو آه اربع خمس ايام آه، بعد ما اه بالظبط اربع خمس ايام فاللي هو انا حتى عشان نبوسبون وبتاع في ناس كانت فاهمه الناس اللي انا بشتغل معاها طبعا كلهم متفاهمين متفاهمين وفاهمين كويس بس كان في ناس طبعا في الاندستري مش مش فاهمين أي حاجة خالص واللي هو إنت إزاي بتعمل كده؟ وإيه المشكلة وعادي وده بعيد عننا وفانيوز وحتى حاجة, حاجة, حاجة حاجات أه بالظبط وهنخسر الفانيوز وهنعمل البتاع ف... وبروموترز أكيد بروموترز أه في اتنين هننسحبوا انسحبوا آه, أه أه في يعني حاجات كده فطبعاً ال يعني وات أر يو اكسبكت يعني اللي هو عايزين <تصفيق> يعني <تصفيق> 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 بس <تصفيق> ما شاء الله القرار اللي أنت واخده 100% صح 100% بس عارف إن أنا

من زمان بشكل مش عادي اول اغنيه <applause> سمعتها كانت give a little بتاع مع نايلا زمان موت <applause> واتسحلت موت بقى. يعني انا بعد لما سمعت دي اتسحلت بقى في كل الباقي <applause> كله بقى beginning recently dreamed كل حد بقى اللي هو اميره وبتاع فاي ونت جيت اف يو كومفورت اوف كورس بس اي ونت جيت نو القصه من اولها كل عشان انت مش فاهم <applause> انا ايه اي always اولويز ريسبكتد كريتيفز ثانك يو especially كمان لما انا انا بسمع مسجتك بجد مش بسمع مسجتك عشان انت قاعد انا بجد قبل ما انت تيجي كنت مشغل وبعد لما انت بروبلي هتمشي هبقى مشغل وانا بشتغل ما بسمع ما بسمعش غيرك وغير وبان بومر انتوا الاثنين بومر بومر جاحد جاحد بقى. فانا بقول لك بجد I've been a huge fan من زمان ف okay. you. you being here genuinely means a lot. والله العظيم so happy to be here والله العظيم انت مش مبسوط قد ايه انا حبيبي طيب دلوقتي I want to get to know the story من اولها if you're comfortable of course طبعا when did all this start؟ anna uh, i started uh, when i was six years old i did alab piano آه، كنت باخد كورسز يعني ماما كانت بتقولي عايز يعني أتعلم عايز عايز البيانو كده وانا اخويا اصلا كان بيلعب بيانو أوكي. فانا حتى اصلا كنت حابب الموضوع عشان كنت بتفرج عليه بيقعد يلعب وكنت اللي هو قاعد ارقص بقى واللي هو <applause> عايز بقعد اتفرج واشوفه <applause> كان بيلعب على اورج كده وكنت عايز اتعلم نفس الحاجه ف ده كنت ساعتها في مصر ولا كنت كنت في مصر اه ف... فبس ف... ابتديت اخد كورسز مع مدرس وقتها مش مش فاكر اسمه ايه اصلا بس ما <applause> عندك ست <ستيني> لا <applause> كان عندك ست سنين اه كان عندي ست, 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 ست صغير <applause> بس بس هو قلب عليا بسرعه يعني اللي هو كنا كان كنت انا كان عايز يعلمني حاجات كلاسيكال ويتش از ذا بيسكس يعني طبعا وانا كنت مبسوط برضو اني بتعلم الحاجات دي بس اللي هو كنت كل اسبوع مثلا اروح له اقول له عايز اتعلم مثلا الاغنيه دي او عايز حاجه مثلا سمعتها مثلا فيروز مثلا اقول له عايز اتعلم دي مثلا يقول لي لا صعبه قوي عليك مش مش هتعلمها دلوقتي وبتاع فباين زهق مني بصراحه <applause> والله زهق <applause> و... <أو تكلم> آه. آه آه. 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 لا بجد زهق و... وحتى بطل يجي اصلا ال... البيت وكده بس مدرس فاشل موت ايه؟ مدرس فاشل موت اه بس بطل اه ال... ف... <applause> بجد وقال بطل يرد على مامتي وكان اه <applause> وكان فزهق الموضوع يعني وانا كملت بقى <تكلم> كملت الاول شويه مع حد تاني وكان جامد قوي اتعلمت منه حاجات كتير جدا وبعدين ابتديت بتعل... يعني بيانو خل... بطلت كورسز وانا عندي مثلا 11 سنه وبعدين ابتديت بقى اتعلم على يوتيوب واشوف الناس ازاي بتالف بت... عارف تكمبوز بقى بجد موسيقى يعني غير البيانو كنت ابتديت بقى طبعا الف حاجات كده من نفسي

ان انت بتقدر تبلند الاثنين مع بعض اتس سو سيملس اتس سو جود انت بتسمع اتس ديفرنت، ذا ميوزك اتس ديفرنت حبيبي والله العظيم انا كلام ثانك يو انت عامه composition ستارتد من اه بدري قوي كان بدري اه كان يعني كنت بحاول كده في الاول وكنت في نفس الوقت بسمع كبرت بقى بسمع الكترونيك ميوزك ان بارلل من ال... كنت بسمع كل حاجه بس الكترونيك كان وقتها كان ابتدى <applause> اه ابتديت في اللي هو كان وقت اي اه كان وقت اي دي ام كان ابتدى الاي دي ام يعني يكون حاجه بالظبط بتديل... افيتشي كل الحاجات دي, و... دي. و... وانا كنت بحب قوي الترانس برضو وتش uh, از مختلف تماما <applause> عن يعني انا الاول كنت بسمع ترانس بس يعني كنت بسمع تي اس تو ارمن فان بيور بول فان دايك كل دول كنت, كنت... انت كنت شاب نايل اف ام الساعة 2 الصبح بالظبط بالظبط اه 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 بالذات الترانس اللي كان بيعجبني فيه كان بيبقى على طول فيه بيانو مثلا ميلودي بيانو حلوه قوي في النص وبعدين فاهم وترانس جامد وبتاع فكان عاجبني قوي البلاند الالكترونيك مع البيانو وكده فابتديت اتعلم ازاي بقى هحط البيانو او ان انا السكيلز يعني اللي انا اتعلمتها في البيانو وان انا ابتدي اكمبوز وبروديوس حاجه على الكمبيوتر مم. في الاول طبعا كان تعبان جدا يعني كان لا يعني كان وحش قوي يعني كانت اصوات بقى كله ملوش اي علاقه ببعض وكنت بعمل اي كلام يعني وبس بعدين كنت كله بقى ما اكون عايز ازود حاجه مثلا ات سام بوينت كنت عايز العب جيتار آه في الموسيقى بتاعتي بحاول اعمل يعني مش عارف لو عارف بس على ممكن على تخ... السنتيزر تختار صوت بالظبط تختار صوت جيتار مثلا وتلعب like عليه like a... اه بالظبط بالظبط كده فابتديت اعمل كده بس الصوت صراحه كنت ابتديت <applause> اعمل كده بس لقيت ان الصوت مش ناتشرال قوي <applause> كان اللي هو ناقصه اللي هو عارف الفيل بتاع الجيتار yeah. الحقيقي فابتديت اتفرج على يوتيوب انت يوتيوب ازاي اه يوتيوب غير لي حياتي <applause> انا رحت جبت جيتار من محل في المعادي <applause> بتاع اه <applause> رحت جبت جيتار كده صغير و... احنا بنتكلم كل ده انت عندك كام سنه؟ ده كان مثلا عندي 13 سنه او 12 سنه حاجه <applause> كده سوبر ده اللي هو 7 years انتويت مش انت اصلا بدات وانت عندك 6 سنين <applause> ده حوار <applause> ده حوار <applause> اوكي بس فجبت الجيتار وابتديت بقى اتعلم كنت بتعلم مع البيانو يعني اللي هو العب حاجه على البيانو واحاول بلعب نفس الحاجه على الجيتار بالودن okay. يعني ما كنتش فاهم كوردز النوتس uh, uh, وبتاع يعني فاهمها على البيانو بس انا مش عارف انا بلعب ايه على الجيتار mm -hmm. فاهم يعني بس بس ريبليكيت نفس الصوت وبس واحاول اللي هو ده ات ساوندز جود اوكي خلاص هل ده. ساعتها يو ستارتد تو كومبوز ولا كنت ساعتها اللي هو انا سمعت ميلودي حلوه موت فانا مش عارف الاول created. اه الاول طبعا كله بي بح... يعني بشوف انه الايميتيشن او الانسبير يعني الايميتيشن بتقلب انسبيريشن يعني انت الاول بت بتسمع مثلا افيتش اللي هو كنت اسمع افيتش مثلا واعمل الأغنية أري... نفس ال... الاغنيه بالظبط فاهم احاول ريميك نفس الاغنيه بالظبط مثلا ليفلز انا فاكر لما نزلت ف انا انا دي في عندي حتى فيديو اصلا وانا كنت بقى كان عندي كاميرا صغيره كده ساعتها شغالها واصور نفسي وكنت كنت بحاول اريبليكيت نفس الاغنيه بالظبط بنفس الاصوات بالظبط وحاسس ان هو ده برضو اللي خلاني اتحسن في الساوند ديزاين او ان انا اتعلم ازاي الاصوات بتبقى كرييتد الديجيتال او السنتسايز ساوند يعني بتبقى معموله من ايه okay. يعني البيانو عارفين صوت البيانو وكل حاجه بس لما تيجي تسمع صوت زي مثلا في ليفلز في افيتشي او حاجه ازاي الصوت ده بس ده برضو ملعوب ببيانو ده بيبقى اه كيبورد؟ يعني بيبقى كيبورد وعلى السوفت وير اللي انا بستعمله اسمه ايبلتون okay. فعلى ايبلتون انت ممكن بقى يا يعني اما تألف to modify to او wow. تالف حتى اصوات from scratch okay. waves بقى وحاجات كده قصه كده اه قصه كده تعرف انا اونلي ريسنتلي سبيشلي لما يونج ستارتد لايك جوين هاف اي اندر ان في حاجه اسمها ساوند انجينيرينج اه ما يا ابني انا انا اقسم كنت بجد والله العظيم كنت بحط الاكسل اورز في الميكسر ادوس ريكورد واقول علي صوتك بس يعني لو سمحت علي صوتك عمري ما كنت في حاجه اسمها ميد وحاجه اسمها هاي اللي هو انتوا بتقولوا ايه يا جدعان انا عايز صوتي يطلع عالي فاهم قصدي مش حرام اي حاجه ثانيه بس ناو بقى اي ستيل دونت اندرستاند بس الشباب دول اللي هو واحده واحده علموني ان هو لا يا معلم في حاجه معينه واللي هو انا مثلا ميكسنج بالظبط ان هو مثلا انت صوتك انا مثلا صوتي وحش موت فبيطلع وحش في طريقه معينه فهو محتاج يتعذب في البوست بالظبط بس so سو بالنسبه لي انا في الاول بقى يعني الاول كنت بعمل طبعا كنت بكمبوز اللي هو مش فاهم ولا ميكسنج ولا ماسترنج يعني اللي هو كنت زي كله بيخش كله بعض بيخش بعضه عامل از لونج از ات ساوندز يعني ديسنت طبعا ديزنت <applause> ساوند ديسنت <applause> وقتها كنت اللي هو اوكي ات ساوندز جود موسيقى حلوه ماشيه ده كان وقت ساوند كلاود كان دلوقتي ساوند لا. كلاود كده كده ساوند كلاود كان اكتر حاجه يعني لسه لغايه دلوقتي عندي طبعا كله برايفت يعني <applause> عندي الحاجات اللي كنت بعملها وانا عندي 15 سنه مثلا 15 خطير. سنه وابتديت انا بقى وقتها كنت اللي هو حاسس انه اللي انا بعمله ده يعني ان انا ريميك اغنيه ده اللي كان بيعلمني ازاي احاول الاقي بقى ازاي انا هعمل هاخد الحته آه yeah. بتاعتي بقى او ال mm -hmm. اخد بقى السكه بتاعتي واحاول اكمبوز حاجه فعلا يور يعني ماي ساوند بالظبط الاول yeah. كله بيبقى اكسبيرمنت يعني الاول كنت بعمل ترانس ترانس يعني كان اللي هو بسمع مثلا اوربن فان بيورن او داش برلين او تيستو او ما اعرفش ايه داش برلين آه داش برلين ايوه ده ده نوستالجيا السنين داش برلين <applause> كنت اسمع دول واحاول اعمل نفس الحاجه بالظبط وبس ف اتعودت بقى شويه على اني ريميك الحاجات دي وابتدي اجرب انا من نفسي اعمل اعمل حاجه بالستايل بتاعي يعني حاجه زي دي واحد كان معايا في المدرسه سمعني ده الحوار ده بقى بعدين يعني اي واز 16 تقريبا كل ده لسه في مصر اه كل ده لسه في مصر كنت في, okay. ال في الليسي اوكي okay. وواحد سمعني ابتدى يسمعني حاجات بقى اللي هو ديب هاوس اكتر حاجات اللي هو اهدى بقى شويه انا يعني الاول كان من الترانس يعني على طول بقى, بقى اللي على طول شويه حاجات ديبر شويه او حاجات اللي هو تبقى ستيل uh, ميلوديك انا كنت طول عمري بحب الميلوديز yeah. يعني عمري ما دخلت مثلا yeah. في التاك هاوس او مع ان يعني اي ريسبكت طبعا التاك هاوس جدا بس عمري ما حسيت بالظبط اللي هو عمري ما حسيت انه حاجه ممكن اكون فيها اعمل فيها الميلوديز اللي انا عايزها وكده فكنت كنت طبعا الـ الـ الديب هاوس وقتها كان ابتدى الناس في المدرسه يسمعوا بقى الحاجات دي وكده ف... فواحد صاحبي واحد اعرفه سمعني يعني الحاجات دي وقلت ايه ده؟ اتس What was your introduction, introduction. to يعني yani, uh, كت uh, أعتقد كت أول واحدة مش فاكر كت, uh, uh, كت حاجة بس مش فاكر مش فاكر كت أني واحدة. مش فاكر بس uh, هفتكر عندي يعني بس مش فاكر right. كت right. واحدة uh, أو uh, where i stand karman remix واحده دي, بقى ما بقى دي على فكره دي كارمن كان خطير كارمن حاسس لحد دلوقتي لسه آه خطير. يعني حاسس اللي هو بس i don't know لو هو لسه بينزل مزيكا ولا لا ما 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 خيبش ظن ولا لمست حاجه, حاجة, حاجة, حاجة فيه بيت اوك وفي كان في كذا كان فتره كده كانوا صحاب كان ابتدى فعلا ده اللي تقول بالظبط فابتديت اسمع الحاجات دي وكنت اللي هو ايه ده its it's nice عشان فيه different it's very melodic في حتتين طمطه ميلوديك في الديب بيس كان عاجبني قوي الستايل ده الميكس بالظبط فابتديت طبعا برضو نفس الحاجه نفس الفكره احاول واحاول ريكريت نفس الحاجه وجات بقى وقتها عملت عملت اغنيه اسمها لوست <applause> كان عندي كان وانا عندي 16 سنه كان وقتها اي <applause> ثينك لوست اه بس اي ريليست بعديها بشويه بس عشان I think uh, it lost, uh, but I have the song اه it was one of the early.. دي uh, دي the, the, it's the.. اتس ذا دي ما شلتهاش يعني لسه موجوده يعني It's on Spotify حتى وكل حاجه اه يا ابني بقول لك يا ابني انت عارف ان كمان <applause> ده ده كان ايام لما انا حتى اي وزن سبسكرايب ابل ميوزك كنت بنزل مزيكا على يوتيوب اعمل لها أيوة سينك فانا اللي أيوة هو عامل البوم اسمه بيست اوف عشان الالبوم ده عايز والله مش فاكر من امتى بس الالبوم ده بجد مثلا من 2017 مثلا آه دي دي, دي كانت اول واحده اصلا بس ده من قبل انا كنت عاملها 2000 ودي و... كانت خطيره حبيبي <applause> والله العظيم دي انت عملتها وانت عندك 16 سنه اه عملتها في 2000 و 13 او 12 حاجه كده 13 اه كان 13 سنه قبل قبل ما اتخرج من المدرسه يعني فعملتها That's very impressive. <تكلم> والله <تكلم> العظيم بجد بجد <تكلم> والله ثانك يو سو ماتش بس فابتديت انا الاول كانت ديب هاوس يعني كانت فكرتي ان انا هعمل اغنيه ديب هاوس اللي <مم> هو زي بقى اللي انا كنت بسمعه زي الحاجات اللي كنت بقولك عليها وعلى اخر لحظه كنت خلاص هحطها على ساوند كلاود طبعا وقتها ما فيش بقى الريليس سكادجول وكل ده اللي هو انا بخلص حاجه ما فيش اصلا ولا ميكس ولا ما فيش ماسترنج شباب انا لسه عامل اغنيه بنزلها على ساوند كلاود وخلاص فقبل ما انزلها مثلا بساعة ولا حاجة قلت ناقصة حاجة كانت أه كان ناقصة ميلودي يعني ما كانش عليها ميلودي كانت الدخلة دخلة ديب هاوس وخدت كده جيتار على الكيبورد مش جيتار حقيقي كان جيتار زي جيبسي جيتار كده كلاسيكال <applause> بس صوت يعني مش طبعا ملوش اي علاقه بالجيتار اصلا بس ولعبت بقى الميلودي اللي هي المين ميلودي بتاعت لاست عليها وحسيت انها كانت حاجه كانت ميلودي شرقي شويه فيوميها حسيت انه اوف اوكي ممكن احط شويه انفلونس شرقي ده كان قبل حتى موزايك يعني كان موز يعني حاسس موزايك وز كنت... اه بالظبط انا هجي لك على دي بالظبط بالظبط <applause> 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 كان اللي هو فكره كده صغيره اللي هو في انسبريشن شرقي شويه بس لسه اتس نوت ستيل فيري ايرلي ان ذا ساوند ستيل هازنت ديفلوبت بروبلي ستيل هازنت ديفلوبت اللي هو انا لسه بجرب وبعدها بس يو كان هيت انت أيوة سامعها جايه من ورا والله <applause> العظيم مش انت بجد سامعها عشان كده اتس بجد خطير ما شاء الله ما شاء الله اتس فيري انترستنج بالنسبه لي ازاي انت يو ايبل تو بلاند بوث ايدنتيتيز حبيبي والله العظيم <applause> اللي هو كده كده في الهاوس والحاجات اللي انت لو انا بره مصر وسمعتها هقول اه ده ممكن يبقى دي جي من اي حته في العالم <مم> بس في تاتش اللي هو اتس لايك يور فينجر برينت اللي هو ده مصري ده تاتش شرقي والله انا ببسط قوي عم والله العظيم بجد ده اهم حاجه بالنسبه لي في انترناشونال يعني انها اتس انكريدبل اي ونت اكسباند باو اون ذات ليتر اون فحتى اللي هو هومز واللي وال... هو yes. يعني اللي هو اباوت لايف عامه ريسنتلي بس لا اي ونت اي ونت هير ذا موزيك ستوري موزيك بقى كان oh, was it? كان ات ده كان وانا في الجامعه في كندا كنت كنت ساعتها اتخرجت من مصر من مصر اه رحت بقى كندا اعمل كنت في الجامعه هناك اوكي okay. و... كنت جامعه و ايه؟ يونيفرسيتي آه... مونريال عشان كنت oh, اه ال... كنت فرنسي كنت فرنسي اه فعملت هناك كنت طبعا بقى اول سنه دي كان اكتر سنه عملت فيها مزيكا في حياتي يعني مم. كنت اللي هو بروح طبعا يعني الفصل كله اروح الجامعه بس لو اتفرجت الجامعه بروح بيروح الجامعه بروح الجامعة <applause> والله <بروح. تصفيق> <بروح الجامعة. تصفيق> <applause> بس كنت طبعا بقى بقعد يعني بعض الجامعه هم ثلاث ساعات في اليوم اروح اقعد اعمل مزيكا طول اليوم وكنت كانت بالنسبه لي متهيألي اكتر سنه كنت creative فيها في حياتي <مم> كنت بجد يعني اللي هو نفسي في حياتي ارجع للسنه دي عشان كانت بجد كنت اللي هو ذا كنت كنت وكنا بنسمع مزيكا انا واصحابي كنا 24 ساعه مشغلين ساوند كلاود بقى ميكس بتاع الميكس تيبس والسيتس والبتاع كل الحاجات دي كانت على ساوند كلاود وقتها كان برايم ده اللي بتبقى الميكسز اللي هي 40 دقيقه و50 دقيقه آه بالظبط حاجات بالظبط حو... اه الحاجات اللي كان كل كل الناس كانت تعمل exactly. ستس سيتس وبتاع وبعدين على يوتيوب بقى ابتدى فيه بقى ذا ساوند يونيد نيد وماجستيك كاجوال وكل كل الحاجات دي كنا بقى 24 ساعه مشغلين الحاجات دي ونو كوبي رايتس ده انا كنت شاب نو كوبي رايتس بقى فيد تن تن انا كنت الشاب ده موت no بقى وبنزلها بتاع <تقوية> الصفراء وهي بتتحرك دي كانت <تطفيق> اوف <أهم> والله دوز ذا دايز اه والله العظيم كانت ايام خطيره انا كان انسبريشن كنت بسمع بقى بعض اسمع حاجات بالهبل وفي نفس الوقت آه مصر كانت وحشاني ونوستالجيك وبقى ابتديت بقى اتعلم بقى الطبخ وملوخيه ومسقعه <applause> <applause> عايز بقى <تحط> <تصفيق> <تصفيق> والله كنت عايز والله لازم يبقى لازم كنت طبعا زهقت بقى ان انا باكل بجيب حته فرخه كده اي كلام على النار وبتاع فبس فكنت بسمع عر... كنت بسمع ان بارلل عربي كتير وفي نفس الوقت على ساوند كلاود كنت بسمع كل الحاجات ال... ال... ال ال هاوس ديب هاوس وشويه تكنو برضه ساعات كده يعني <م. كان ميكس بقى واروح حفلات بقى اروح مثلا كونسرت اه كله بقى ممكن اروح كونسرت روك مثلا حد روك باند مثلا بحبه او او حفله <applause> دي جي اه بالظبط ابتديت بقى اخد من كل حته شويه حته حته من هنا حته من هنا حته من هنا واتعلم بقى وجت انسبيرد و... يعني ان من كله وانا فاكر مره موزايك دي بقى كنت قاعد كنت قاعد بتاع عادي بقى اجرب حاجات وعملت ال... عملت الفكره المالدي المين ملدي اللي هي الجيتار وسجلتها وسميت البروجكت على اللابتوب يعني البروجكت على ايبلتون كان اسمه شرقي <applause> اوكي هي اصلا كنت اللي هو قلت عايز اجرب اعمل حاجه شرقي او عايز اعمل اغنيه شرقي يعني وسميته شرقي اوكي مم. ما كنتش متخ... يعني ما كنتش يعني فاهم اللي هو انا بس الميلدي بالنسبه لي كانت شرقي يعني كانت حاجه اكشلي عايز افتكر الميلودي كانت اه كانت استنى ايوه كانت <تصفح> أنا فكرة <بيكو> اسمه ايه <تصفح> <تصفح> خطير <تصفح> بس فهي دي الفكرة كانت من هنا اللي هو انا عايز اعمل حاجة احس انها شرقي شوية <مم> بس طبعا يعني ما كانتش اللي هو يعني كان بلند ما بين الشرقي وشوية الساوندز الالكترونيك والويسترن ان جنرال وبس ف انا سجلت عملت حته منها يعني كانت دقيقه مثلا بروجكت دقيقه وسميته شرقي وعملت له سيف وسبته بقى تماما يعني كنت قاعد اللي هو 8 شهور مثلا 9 شهور yeah. مرمي كده اللي هو انا قلت لا لا كنت ساعتها بجرب حاجه بت... آه بتودي كنت بجرب, حاجة بجرب حاجات انا كنت على طول بجرب افكار كده دي طبعا كنت قلت فاهم اللي هو لا لا اتس اتس اندفلوبد اه اتس اندفلوبد اه مش وقته و... بتاع و... مره واحد يعني واحد صاحبي كان قاعد عندي في في البيت وكان بيقول لي انت عمرك فكرت تعمل حاجه شرقي فقلت له يعني او حاجه <applause> يعني بلاند كده شويه فقلت له يعني بص عملت حاجه كده فكره بس اي كلام مش حلوه يعني فقال لي طب سمعني فشغلتها له قال لي ايه ده انت لازم تنزلها دلوقتي حالا خلصها ونزلها دي كانت كانت حته الكور كانت حته كانت حته بس دي بس اه هي الميلدي دي والداخله اللي هي وحتى عندي كان عندي كنت حطيت فيديو كده على انستغرام وانا بلعب الميلدي فاهم؟ يعني كانت اي كلام لسه وقتها بس كانت ما كانتش لسه ديفلوبت يعني فقال لي لا لازم تخلصها دلوقتي وهفضل قاعد معايا صاحبك ده اه <applause> <راجع>. أوه، <تصفيق> <تصفيق> أوه، فضل قاعد معايا وخلصتها وخلصتها في يوميها وطبعا زي ما قلت لك بنرمي على ساوند كلاود على طول بس حطيتها على ساوند كلاود والرياكشن كان خطير يعني الناس كانت كدا كدا كله يعني الناس في مصر يعني اصحابي حتى كان كله بيشير عارف اللي هو اصحاب يعني صحو... اصحاب اللي هو ساعات هيشير مثلا ساعات هيشير ساعات حصل يعني ساعات اه عادي بس كان كله بقى بيشير وابتدت بقى ت... تلف شويه وكانت من اول الاغاني اللي اللي كانت ابتدت يعني يجي لها ستريمز اكتر وفيوز اكتر وكده وبعديها ب بعديها بقى بسنه ولا سنتين اكتشفت سبوتيفاي وكل الديستريبيوشن ميوزك ديستريبيوشن ان جنرال وكده فابتديت احط الحاجه دي اللي حطيت موزايك عليها

بس uh, there's a different twist with every time and it's weird it's like <applause> I know but I don't know فاهم <applause> عارف اللي هو اللي هو I know this so I know what this sounds like <applause> but I don't know the song ف it's <applause> <فإن تصفيق> very very interesting thank <applause> you <applause> <applause> هل did that develop with time يعني بعد uh, موزايك uh, عامة uh, ما انا هقول احس ان موزايك كانت يعني it was يعني uh, اه عشان it was the 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 beginning, the of, beginning it of it all بس في نفس الوقت حاسس انها حطتني في اللي هو انت وين يو وين اول اغنيه بتضرب بقى اللي هو يعني جامد اللي هو كان يعني مليونز اوف ستريمز وكده فاللي هو كنت انا حاسس انه كمان ارتست كتير قوي بتخش في ال, في البوكس دي ان انت لازم بقى تعمل حاجه زيها بالزبط. او لازم دي عجبت الناس فلازم ت... فلازم is, بقى this is your sound this is, the template, uh, this the, is the, the template that you have to follow مشكلة أنه ده غلط يعني إتس limiting وكمان أنه الناس عجبتها دي مش معناتها أنه لو عملت زيها بكرة <تصفيق> <تصفيق> هتعجبهم تاني أو لو عملت حاجة شبهها حتى مش معناتها أنها هتعجبهم في واحدة بعديها عملتها كانت اسمها داي دريم انا دي دي بالنسبه لي مش عا... يعني انا بالنسبه لي شبهها طبعا يعني بشوف ان الناس بتقول لا مختلفه وبتاع انا ب... انا بحس انها كانت يعني يمكن عشان المايند سيت بتاعي كان اللي هو عايز اعمل موزايك 2.0 فاهم okay. يعني, يعني per... اه بيرسونالي يعني ده اللي انا بشوفها كده اللي هو دي كانت بالنسبه لي مع ان الناس مش بتلاحظ او بتقول لي خالص. بس او لما بقول الكلام ده بيقولوا لا بس انا بصراحه بالنسبه لي المايند سيت كان هحاول اعمل حاجه شبه موزايك عشان انا كنت في في ال ماين سبيس اوف ضربت و... والناس عجبتها وبتاع اوكي حلو هعمل بقى زي حاجه شبهها, حاجة شبهها. شبهة. فعملت دي دريم ويعني ات ورك برضو فاي واز فيري هابي وكده بس طبعا ما ينفعش بقى كل الاغاني تبقى شبه بعض الناس و... ودي الحاجه اللي هو ساعات مثلا حتى انا حد فاهم ب... 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 يعني سنستيف تو to... what people think او الكومنتس بتاع ساعات مثلا لو حد مثلا يقول انت مزيكتك كلها بقت شبه بعض وبتاع فطبعا يعني انا لما بقى كومبوز حاجه مش بقى مش بقول لنفسي انا عايز يعني غير دي دريم مثلا مش بقول لنفسي انا عايز اعمل انه المزيكه كلها تبقى شبه بعض فاهم او مش عايز مش بفكر في كده بكون عايز عادي انا يعني اللي بيطلع من يعني از يعني cheesy از ات sounds <تصفيق> <تصفيق> من اللي بيطلع صح صح صح, صح اللي حاسس بيه و... اللي طالع من قلبي انا بعمله خلاص واللي هو عجب حلو ما عجبش فاهم يعني بس انا عمري حسيت ان انت وزوجتك كل شبه بعض لا يعني الحمد لله ثانك <applause> يو خالص والله <applause> <applause> يعني <تصفيق> taking a song زي like Daydream دريم <applause> Beginnings <applause> اه دول مخت... ايه يا صاحبي <applause> يعني على انت بتتكلم ده جندر ده جندر تاني خالص <applause> اصلا بالظبط ما انا بحاول مش ما اي دونت لايك ليمتنج ماي سيلف في الجانر واحده وحتى دلوقتي يعني الألبم الالبوم اللي اشتغلت عليه السنه دي اسمه سيلف ديسكفري اتس كامينج اوت ان I'm excited. ده ثانك <applause> <thank you>. يو <applause> <I'm excited تصفيق> ده بالنسبه لي كان اللي هو انا في كل حاجه في كل انسبريشنز في ستايلز مختلفه تماما عندك دريمز مثلا اللي هي سنجل من الالبوم مختلفه تماما عن موزايك فاهم Dreams او الحاجات اللي از فيري اي دونت ونت سي اتس مش ترانز بس uh بتحطك في المود اللي هو عارف لما تبقى سايق بالليل وتبقى بتجري اه شغل مزيكا انا for a moment you feel like you're nothing بس بتحس تحس ان انت you blended with everything انا بفكر انا بحب انا بحب بحب اموت <applause> يعني اقسم بالله اثنين حسسوني بكده عارف ميتافيزيكال i don't know if you know them or no they're not yeah. 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 بومر بيحسسوني بكده كمان انا انا بان بومر كده بالظبط أنا لما بسمع بالظبط ومورنينج فوق حتى حاجات بيون بليفز دي بالنسبه لي بيون بليفز اللي هي دي اقسم آه. بالله يعني آه. انا بصحى وانا بستحمل آه. بشغلها احس ان انا خلاص انا انا والمايه وحدي بحس ان انا اه, آه. 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 انا شاور آه. موزي آه. موزي آه. انا شفت ايوه والله أنا سلام بس خطيره فانا دي حسيتني بكده سبيشلي آه. ان آه. يو آه. دونت آه. سي كامينج Yeah. عشان هي اول مثلا دقيقتين ونص هي اغنيه وبعد كده في النص بيحصل حاجه uh, -huh. and there's just that beat De uh, -huh. <applause> يعني just get into it مره واحده أبتدت العبها في الكونسرتس كانت برده فعلا اللي هو اول دقيقتين اغنيه وبعدين بعد, بعد كده حاجه تانية خالص حسن. اه بالظبط سو انترستنج والله العظيم <applause> بس اه عشان كده انا انا ابتديت دلوقتي اللي هو مش عايز يعني لو لو الناس عاجبها طبعا في اللي هيقولك لك عشان كده بقول بس ساعات بكون سنسيتيف شويه من الناس بتقوله طبعا انت بتحاول يعني مش عايز ازعل حد بس في نفس الوقت You can't please everyone Absolutely. في الموسيقى في الحياة be. You shouldn't بالضبط you, you can't أصلًا و لو حاولت تعمل كده مش هتوصل لحاجة I feel لحياة. like you're too good for that <تصفيق> <تصفيق> <والله> <تصفيق> like I feel like you're, you're way past that Thank you and, uh, <applause> uh, يعني with the type of music you do works <applause> and it works for you and it works for يعني انا اقسم بالله اجن انا اي نو يور ديسكوجرافي فيري ويل كده كان في حاجات بروبلي هتبقى عشان اللي هو انت ما شاء الله نزلت كتير قوي قوي بس اي نو موست اوف يور ديسكوجرافي ويل ان اتس اول انكريدبل والله العظيم ف اتس لازم تبقى ما اعرفش لو انت حرش ده ولا لا بس لازم تبقى عارفها يعني صحاب تو نو ذات از ان استابلشنج بوينت لا لا اتس كريزي ثانك يو بجد والله وهسالك بقى سؤال سو جوينج فروم ديت موزايك وحاجه زي دي دريم into about something that's completely different. مم. Where do you get that kind of inspiration? المزيكا اللي بسمعها اكيد مم. ده نمبر 1 السفر برضه لما بسافر مثلا اسمع الكونسيرتس حتى او الدي جيز اللي بيلعبوا او اي حاجه ده طبعا بالنسبه لي نمبر 1 يعني لما تيجي تسافر وتشوف او أه تروح, بالل... تروح بلاد مختلفة تروح بلاد مختلفة اه تسمع مثلا تكنو اكون عايز اعمل حاجه تكنو ف... <applause> بعمل حاجه تاكنو وبعدين بقى بعدين ابتدي استريب داون شويه الحاجات <applause> فهم لا, أوه لا أوه no. <applause> اوكي لا ذس از ذس از مثلا تو ذس از اه بالظبط ذس از تو ذس از تو ماتش بالنسبه لي انا فاوكي ليت مي ليت مي دايل ات داون ا ليت بيت واحاول اظبطها شويه انها تكون قريبه اكتر من اللي انا عايز اسمعه مش هقول حتى مش هقول اللي هو الستايل بتاعي أو الجانر بتاعي بس اكتر اللي انا بحبه او اللي انا نفسي اسمعه فاهم حتى لو مثلا ممكن اسمع تكنو تكنو يعني خبط جامد فاهم واللي هو تعجبني قوي برضه بس اللي هو I wouldn't do I wouldn't do that يعني it's yeah. not something that is it that not because I of it's the same identity ولا is it because إن in أنت you don't feel like this <applause> pers personifies you؟ بحس إنه اه I don't want it to be مع إن مش يعني زي مثلا Dreams مثلا اللي هو مثلا بالنسبة لي Dreams برضه كنت من اللي هو خايف شوية اللي هو الناس اللي هو مش اللي هو ممكن تبقى اللي هو اوكي لا ده ده فاهم اتغير تماما بقى او ده خلف بالعكس بس اللي هو انا بالنسبه لي اللي هو اوكي سو وات وده اللي هو عايز اللي هو ساعات There's a growth بالظبط انه There's a growth اللي هو you can't always expect انه الارتيست اللي انت you're gonna you're definitely gonna lose fans along the way or people who can't connect your music anymore and that's completely fine I'm not زي ما قلت I'm not expecting انه كله يبقى على طول فان وبيسمع بس انا بالنسبه لي ما اقدرش افضل في نفس ال ال اه بالظبط اللي هو ده ده طريقه بالظبط ده الطريق وده اللي انا بعمله ما ينفعش اعمل اي حاجه تانية ف انا حاجات زي دريمز وكده او لو زي ما بقول لك لو عملت حاجه تاكنو مش عشان مش فكره ان انا مش عايز اعمل حاجه تاكنو قوي عشان بس ما يتقالش ان انا بقيت بعمل تكنو بس بس هي انا بحس انه اتس نوت اف اي دونت فيل لايك اتس سمثينج ذات وود ريبريزنت ماي ساوند مش يو وود ستي فروم اي وود ستي اواي فروم بالظبط فاهم لو هو هحس انه اوكي لا اتس نوت حتى لو مثلا يمكن mm -hmm. ده الناس عايزة دلوقتي او لما اروح mm -hmm. مثلا حفله مثلا في في مصر او في لبنان او في بتاع اللي مثلا الناس تسمع مثلا الستايل ده بس لا انا لو لو ابتديت اعمل اللي انا مش what doesn't if it doesn't represent me يبقى لا مش هيبقى yeah. it's not gonna I, I really respect that thank you والله <applause> ان <applause> 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 لازم على طول الارتست يعمل اللي هو بيحب يعمله uh, حتى even if زي ما بقول لك ساعات هكون سنسيتيف شويه اللي هو ده يقول لك اه oh, ده بقى المزيكا بقت شبه بعض او او اه لا ده انت ايه ده فين ايام موزايك او فين ايام دي دريم او فين بتاع مع الايام دي كانت ايام حلوه بالنسبه لي ها برضو ها. and I, i really appreciate that ان انت you were, you were a fan then بس انا i can't ما اقدرش افضل في ال keep doing the same i can't remember, keep doing know. the same exactly. thing i have to و... grow مقدم ترجع. مقدم ترجع ممكن قدام ترجع ممكن قدام ترجع بتوسع تاني خالص بالظبط ممكن رشه بالظبط ممكن ارجع تاني ساعتها ويبقى الحاجات قريبه منها بس انا انا نفسي بزهق يعني انا مم. نفسي لو فضلت اعمل نفس التركيبه او نفس الستراكشر المزيكا واللي انا كنت بعملها في 2016 اللي هو خلاص بقى yeah, ده الموضوع ده, ده, ده من يعني ده من زمان حاسس قوي. what was the first actual track that made you get that uh, was it specific to one track ولا وانت بتكمبوز عامه في مره حسيت له ينوت you know فاكت خلينا ازود بالظبط كان اه كده اكتر بالظبط آه. انسترومنت جديده تماما بالظبط كان كده اكتر كان كده اكتر مش تراك معين بس هو اكتر اللي هو انا لا انا زهقت فاهم اللي هو انا دي فاهم لا انا this is too similar this is خلاص انا زهقت طب ممكن اسالك سؤال if you're comfortable yeah اكيد Could you relate that to something that was going on personally؟ اه oh, طبعا عشان عادة بتبقى كده طبعا عادة it's like بل you بل go from because I can re relate to that طبعا I wish I could produce music but yeah. I don't listen يعني I can relate that with the podcast عشان oh, لك like, if you look at the شايف ال... الصورة البلاك بولرويد اه الثانية هبحكي احكي لك اكشلي قصتها بعد ما أنا انا سايت انا بحكي لك بس البلاك بولرويد الثانية لو نزلت تحتيها ب بالظبط صفين everything shifted بعد الحلقة اللي على الشمال خالص دي oh, okay. عشان اه uh, oh, I was going through a very weird time it was a phase of اللي هو I wanna do what works انا وعايز اجيب ناس that works واللي mm -hmm. هو عايز اشوف who's popping دلوقتي أخش yeah. خش اللي هو بقول لك اعمل <laughs> دلوقتي بتاع. something happened there was like a mind a paradigm shift كل حاجة اتغيرت mm -hmm. بعد ال... بعد هقول لك actually يعني حلقة specifically بس بعد الحلقة دي I was like, you know what? Fuck it. أنا, nice to, uh, إن mm. I love to sit in and talk to It fills me up with energy. why I love it. So might as well do it.

Any content I'm especially podcasts, it just resembles where I am at that time That's in my, my life, life. Oh, I literally Beautiful. so at that time I was I had a huge problem with my like with my like closest circle mm. and things were going downhill mode So I decided ان no, هو you know what fuck it تخليني اعمل like a solo وقاعد لوحدي والحاجات اللي زي دي I literally press record و mm. I step back اللي هو بقعد اتكلم and it went on for like 45 minutes after والله حياه امي بعد ما خلصت it felt like a therapy session. اوف دن والحلقه كانت اسمها breaking up and falling in love and it was very weird because I had just broken up ساعتها and I was talking about the idea of breaking up معرفش ايه the and then the idea of falling in love was falling in love with Oh, يو <applause> اه لفه كده اللي هو انا اصلا ما استوعبتهاش بس ورحت منزلها and it was then when i realized no you know what السترينجز الرهيبه اللي عليا دي ان انا لازم, <applause> ابقى لذيذ او اتكلم oh. بطريقه معينه او اتكلم عربي بس, بس, no. بس او انجلش بس او ما اشتمش او لا I, ابقى مخلي I... بالي جدا هبل <applause> <applause> الهوك... كل ده هوكس <applause> لا انا اي can definitely ريليت تو ذات انا برضو كان فعلا اتس ات شيفتد فروم هي نفس الحاجه بالظبط اللي هو شيفتد فروم اللي هو انا برضو زي ما كنت بقول لك لو عايز ابليز الناس او عايز انه بعدين تكتشف انه لا this is all useless ان انت في الاخر you lose touch with your... انا مين بقى إن انت مين بالظبط انا مين بالظبط فاللي هو انت you actually lose touch with that اللي هو انت خلاص انت you're not you're not uh, انت ما عارف انت فين ولا بتعمل ايه او انت عايز تعمل ايه اصلا فنفس الحاجه في المزيكا اللي هو انا حاولت مثلا كتير قوي اقلد نفسي هو عشان اعجب الناس او عشان انه الناس او مثلا اقلد حاجه عشان الناس تبقى مبسوطه بس بعدين انت بتكتشف لا انا مش عايز كده خالص عايز اعمل اللي انا بحبه واللي انا ب... اللي انا وات اي يعني وات اي وات اي لايك تو لسن تو اي dont want to be uh, tied down tied down, it's down it's من ال It's so interesting how you said انك تقلد نفسك عشان its like this فيرجن of you wants to imitate the older version of you بالضبط. عشان تطلع مزيكا شبهها بس آه. at the same time this isn't who you are anymore. Anyway. لا this is بالضبط انا خلاص انا اتغيرت أنا, انا انا في 2016 كبني ادم ك يعني انا كانسان بالضبط كإنسان انا مش نفس الشخص خالص. دي حاجه حلوه أيوه انا اتغيرت وانا شايف ان I definitely grew and I learned new things واللي انا خلاص مش بتكلم حتى ميوزيكلي انا في حياتي شخص... الشخصيه ف ما اقدرش اكون في نفس, نفس الحته ميوزيكلي لو انا اصلا شخصيا ما بقتش نفس نفس الشخص فاهم يعني فاللي هو اقسم بالله الحاجه لما بت... بتبقى طالع من هنا بتبقى بالظبط بتبقى يعني خالص والله عظيم طبعا هو اهم حاجه في ال... في ال... انا بالنسبه لي اهم حاجه في الموسيقى هي كده انك تكون بترفلكت انا انا مين حتى في ساوند لو الناس مثلا ممكن تقول بس ازاي انت مش كانك بتغني مثلا او بتقول كلام او هو ما الاحساس برضو او الاحساس اللي في الميوزك اللي بيطلع منك هو دي اهم حاجه دي اهم حاجه في ال في اللي انت بتعمله يعني انت وده اللي بيخلي الناس برضو تحس نفس الحاجه يعني انا ببسط قوي لما حد يقول لي مثلا انت مزيكتك مثلا بشغلها على طول رود تريبس او احنا طالعين مثلا فاهم <applause> على اي رود تريبس اه طيب بالظبط اشغل مزيكتك فاهم اللي انا ببسط فاهم عشان اللي هو انت حسيت بحاجه بتحس بحاجه وانت بتسمع الموسيقى دي انا يعني بتح بتحاول توصلها بالظبط انا بحاول اوصل الاحساس ده فانا مبسوط ان um. انت lungs. قدرت تريسيف ات هل فعلا في تراكس معينه انت كنت عايز توصل حاجه معينه؟ اه ايموشنز اه طبعا اي اي بالظبط بتكون عايز توصل ايموشنز معينه فاهم بتكون انا كل التراكس بكون عايز بحس انه عايز اوصل ايموشن معين او انا مثلا فتره من حياتي عديت منها ف انا طول عمري موسيقى بالنسبه لي كده اللي هو انا مثلا زعلان هقعد بوز حاجه انا زعلان فيها هقعد العب مثلا على البيانو ممكن ساعات اه نوتس معينه ممكن ساعات حتى انا حتى فاهم وانا بلعب على البيانو فاهم ساعات اعيط مثلا لو او اكون <applause> اللي هو افكتد قوي من ال... <applause> من المزيكا <applause> اللي انا بلعبها فاهم يعني حتى اللي هو مثلا فاهم اللي اي حاجه بتحصل في حياتي شخصيه ب... بتحاول ترفلكت بحاول بالظبط ساعات ممكن اكون مع المزيكا مثلا اللي هو جات لي فكره وانا في الحمام فاهم اروح اعملها عادي <applause> دي حاجه دي مختلفه بس <applause> اجرا وانت في الشاور اللي هو بالظبط تمام بالظبط او سمعت اغنيه عجبتني فاهم اللي هو اوف ده ات انسبايرد مي فاروح فتروح طالع بيه بس ايد سي انه 70% او 80% اوف the تايم تبقى طبعا حاجه اللي هو انا ايموشنز معينه وبحاول اوصلها للناس في المزيكا بتاعتي فانه فلما حد يريسيف ويقول لي انا انا بسمع الاغنيه دي ساعات ما يجيلي دي امز او او كومنتس على يوتيوب او اي حاجه وابست قوي لما حد يقول لي مثلا آه مثلا ذس هيلد ماي ديبرشن او او حاجات كده طبعا دي تبقى اللي هو بكون عايز اللي هو فاهم اللي هو انا مره في كونسرت حتى واحده كانت ماسكه ساين اللي هو يور ميوزك جوت مي يعني هيلب مي ثرو ماي ديبرشن وكده انا اللي هو انا دايما اللي هو اشوف الحاجات دي اصلا انا شفت اصلا وانا بلعب كنت اللي هو عايز اوقف اصلا الكونسرت وطلع البنت <تصفى> <تصفى> وبطلع لوحدهم فاهم اللي انا لا اللي هو الحاجات دي فعلا بتاثر معايا عشان انا اللي هو لو عرفت اوصل اللي, اللي انا حاسس بيه لحد تاني او انه او ان انا ساعدت حد في حياته بالمزيكا بتاعتي ده بالنسبه لي اهم حاجه اهم حاجه في اللي انا بعمله و... و... واهم حاجه ليه بقى عشان انا بالنسبه لي أم... this is something that I I notice in the industry in general إنه في يعني أنا أنا مثلا بالنسبة لي فانز أهم حاجة أو الناس اللي بتسمع مزيكتي أهم حاجة في حياتي عشان أنا من غير الناس اللي بتسمع مزيكتي ما كنتش وصلت لأي حاجة النهاردة because I'm an independent artist فكل اللي أنا عملته كان through the fans or through Absolutely. the listeners not, through, label, not, through, not through, the... through labels or او promotion او راديو او بتاع لا كان كله فاهم او you getting ال... a popping artist و... او بالظبط اه بالظبط فاللي هو كنت احط مزيكا الناس تكونكت تسمع المزيكا دي فتعجبها فتشير فابتدى الموضوع يلف فانا بالنسبه لي انا اهم حاجه ان انا على طول اي give back to my listeners and respect that these are the يعني انا من غير الناس اللي بتسمع مزيكتي يعني انا ما كنتش وصلت لاي حاجه خالص ودي حاجه بشوف انها اهم حاجة انك على طول تفتكرها في الـ في <applause> في, الـ في throughout the journey, throughout the journey. Like if you forget that you you are where you are عشان الناس اللي بتسمعك انت خلاص كده انت ايه لازمتها اصلا اللي انت بتعمله عشان <applause> انا انا بعمل الموسيقى دي عشان مين اصلا مش بعملها عشان مش بعملها عشاني او عشان فلوس او عشان لا انا بعملها عشان انا فعلا الناس دي هم الـ 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 اللي اللي ساعدوني ان انا اصلا اعرف اوصل الصوت في, الـ في, الـ في العالم يعني

جوينج واي باك اللي هو جيف ا ليتل دي كانت بالنسبه لي وحياه امي اول مره اسمعها <applause> في حياتي او شوكت حبيبي <applause> عشان الفوكلز خطيره تحفه ممكن مش عاديه نايلا نايلا اه صوتها طعم اوف اميزنج شي از انكريدبل وبعد كده المزيكا ذات نفسها yeah. just... كنت لسه شغالها قبل ما من... لسه شغالها قبل ما ما والله العظيم لا لا كانت قصه خالص اه اه انا حتى يو يعني يوم ما عملناها كانت اه يعني كانت بالنسبه لي اللي هو احنا قاعدين اصلا انا وهي قاعدين بنعمل انا كنت قاعد على الجيتار فاهم بجرب, بجرب حاجات بالظبط وحتى على على انستغرام في الهايلايتس عندي حته اللي هو احنا لسه بنجربها واحنا قاعدين مع بعض في ال كان في بيت عندي في كنت كنت ساعتها رحت عشت في كنت عايش في فرنسا ست شهور اوكي في فرنسا؟ في باريس أوكي. فهي كانت جت قعدت شوية شهرين تقريبا وكنا بنعمل كنتوا كنا <applause> بن... بالظبط <بزاو> كنا بنكومبوز <applause> حاجات وانا قاعد بالجيتار وكده بجرب حاجات ومره واحده عملت ال... دي اللي هي, تان 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 <applause> هي الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني كنت مشغل المايك وكنا بن عشان هي واقفه على المايك وانا قاعد على الجيتار وكل ده جام يعني مش فيش اي حاجه حي... مش <applause> اه لا،, الوزن الوزن تحنا... لا لا ات وزن لا 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 خالص احنا بس بن جام وبتاع وانا مشغل المايك و... وفي اوقات كتير جدا ما بعملش الحوار بنسى اصلا اشغل المايك <applause> وبنجام كده فور بس المره دي كنت مشغل المايك هي <applause> <applause> وهي عماله بتدندن بتجرب حاجات وبعدين عملت اي ستيل اتس سو فاني كاز اي ستيل هاف ذا ريكوردينج وحتى في الريكوردينج بتسمع حتى الرياكشن بتاعي في الريكوردينج انا عمال بلعب الجيتار and she came up with this chorus اللي هو وفي الريكوردينج تسمعني يلا 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 وزعقت يلا يلا نسجل يلا يلا فاهم and and we recorded it بقى properly قعدنا يومين ثلاثه بن بنشتغل عليها and we فانا وقتها طبعا كنت ال chorus ده when she came up with it I was like this yeah, is this is هي it. دي this no, is it uh, this هو is ده انت بتحس بت... فاهم اللي هو هي انا بس... لو احنا الاثنين فاهم اللي هو مبسوط بالظبط yeah, احنا bro. مبسوطين قوي واللي هو خلاص برو when it when بزبط. it hits you know yeah Because exactly on the nail this بزبط. is بزبط. it بالظبط فانا بصراحه we, we were both so happy with it and and it was يعني انا أنا أول ما سمعت الكورس ده قلت بس هو this is what we need this is exactly the فبس بعدين ابتديت أزود بقى جتو... يعني خلاص آه بقى اللي قعدنا بقى و I produced the الأصوات التانية وكل حاجة وبعدين في الآخر خالص برضو زودنا اللي هو ما بين في الكورس ما بين كل في سياره اه بالظبط عشان كنت حاسس انها فاضيه <laughs> فما بين كنت لسه عايز اسالك على اه كنت كل ما بين كل حته في الكورس كنت حاسس انها فاضيه فزودت <تصفح> فزودت <تصفح> how... هل بتسمعها؟ يعني هل بت... يعني you... عشان كنت اي واز ليسننج تو ذس انا بموت في دريك انا I... <Embassy> I... I... انا كمان اه بموت في دريك بحب هيب هوب عامه قوي بتفرج على اي I think it was Rap Nation عاملين انترفيو مع دريك yeah. كانوا عنده في البيت بيكلموا معايا فهو دريك اللي كان بيحكي ان هو دلوقتي he just doesn't listen to the music he listens to the silence and that was so interesting بالنسبه لي عشان انا وانا بسمع اغنيه او تراك انا سامع المزيكا هو بيقول لك لا انا بقيت بسمع السايلنس فهو بيبقى عارف فين الحتت الحتات المحتاجه ده سو انتستينج بالنسبه لي عشان I find that extremely intriguing with artists اللي هو what is your creative process like؟ انت دلوقتي سمعتها حسيت ان في حته فاضيه فزودت الجيتار هل في حته ثانيه حسيت اللي هو دي ناقصها حاجه فخليني اجرب ويو نو اللي هو اه اوف آه دي آه آه ممكن يبقى ناقصها درامز او ممكن يبقى ناقصها بيس او ممكن يبقى ناقصها حاجه ترانز صوت مجنون انا بيبقى على طول كده اه بسمع السايلنس بقى يعني أو بسمع الحتت دي مثلا اللي هو مثلا في واحنا إحنا كانت الأغنية جاهزة تقريباً هي شبه جاهزة لو إحنا خلاص this is it we can release it بالمنظر ده بس بتحس إنه في حاجة ناقصة ال... في تحس إنه في حاجة it's still missing the the يمكن برضو أنا عشان ال الباك جراوند غير مثلا لما لما بشتغل مع نايلا أو ويجز أو 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 لما بعمل حاجة مع حد بيغني يعني ب... عادة ببقى overload melodies بالضبط which is not always a, يعني طبعا بس if you're not I if you're enjoy. collaborating with someone it's not it's not a good thing عشان انت عايز تدي مساحة لل عشان كده لما بكلاب, بكولابريت مع حد بخليها simple مش بزود في الميلوديز حط كل الفوكلز اللي انت اللي انت عايز تحطها وبعدين هن <applause> هنسستم <applause> هن <applause> بقى ونشوف ونزود وكده فده اللي حصل في وقتها ان احنا كانت خلاص الاغنيه جاهزه ما كنتش حاسس انها يعني محتاجه حاجه بس في نفس الوقت حاسس انها محتاجه حاجه. لسه. There is something. This is amazing. بس لسه في حته صغيره. بالظبط فكنت بسمع اللي هو. جيف لينا بيس لا وبعدين. جيف سياره. تحس ان لا في حاجه ناقصه فزودت ساعتها. <متحدث> الجيتار الملدي يعني اللي ما بين كل كل انت عارف ان انا حصير بكده موت ف... that's what's very امبرسيف ان في التراك اللي هو بيجيننجز uh, الحته اللي هي نا 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 آه. نا 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 نا. وبعد كده بيخلص بعدين <applause> <تاريخي> امبيديتي ذا از آه الملدي اللي آه. هي تن 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 اه ايوه آه. ايوه كانت نفس <صف> الفكره برضه <اللي> <applause> ورا بعض تاخد واحده في الثانيه تحس اللي هو <applause> ايه ده قال في ايه اللي مش جحدة كان نفس الفكرة ايوه جحدة لا بالإزباد. والله العظيم خطيرة وسبيكينج اوف كولابريشنز ويجز اميرة <applause> دي كانت اميرة دي والله العظيم مبدئيا اول ما نزلها ذا amount اوف برايد اي هاد حسيت ان انا اللي منزلها <applause> <applause> حسيت ان عشان زي ما بقول لك انا اللي هو بسمعك مدري قوي 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 وبحب مزيكتك والديسكوجرافي بتاعك مدري جدا فلما لقيت الاغنيه نازله اش ويجز وسمعتها اول لين اول اول بار ايه يا اميرة قلت بس هيدي هادي هادي اول مره اه بخت اول مره تسمع ويجز وهو اللي أوه. هو فونربل وبتاعه بحبك وبموت فيك ونفسي يقول والباك كانت خطيره فاميره وبالطريقه اللي هو غناها بيها وال ال... اصلا الكلام ايه يا ابني انت انا ابويا بيسمع اميره اقسم بالله والله العظيم اللي هو أبو إيه لما بيسمع بيحس <applause> ابويا برضو بيسمع اه اللي هو بيفكر في امي بقى وبتاع <applause> <لأه تصفيق> بقى قصه حب يا ابني خطيره لا انا بصراحه انا ويجز انا بحب ويجز جدا يعني حاولت تضحك أنا ويجز اتكلمنا في اتكلمنا على ات واز اون انستغرام من قبليها بشوية قبليها بكام شهر يعني كده اتكلمنا بعت لي واحنا يعني احنا اتكلمنا شوية قبليها وبعدين كنت راجع على مصر فقلت له أنا ألازل أنا نازل أنا نازل أنا نازل قريب فيلا في يلا نجرب حاجة وكده ورحت الاستوديو رحت الاستوديو معاه وكان it came organically يعني هو محرش. كان بيسمعني اه كان بيسمعني حاجات وابتدى يسمعني افكار وكده وكنت اللي هو كنت كانت عجباني قوي يعني كانت عمل هو سمعني اثنين منهم واحده من الاثنين كانت الفوكال بتاع الفوكل. بتاع اميره على على حاجه تانية كانت على بيت يعني آه مختلف آه بيت خالص. مختلف خالص ف اللي بيضحك بقى في الموضوع ان انا الاثنين كانوا عاجبني بس الثانيه الفكره الثانيه اللي, اللي هي مش اميره اللي هي مش اميره كانت اللي هو اوكي عايز اجرب حاجه عليها was it more poppy كان... لا كانت لا كانت العقص. هاديه برضو كانت هاديه برضه شويه اه بس الثانيه كانت يعني انا قلت هجرب الثانيه الاول فجربت خدت الفوكلز الاثنين والتاني يوم بقى صحيت على طول اشتغلت على اول واحده بعدين زهقت يعني زهقت منها عشان كنت حاسس ان انا مش مش عارف مش مش اطلع عارف حاجه منها فروحت خدت اميره وقلت اجرب اه بالظبط قلت اجرب عليها بقى وعملت عليها الـ شيت يعني <applause> <applause> والله العظيم تاني يوم بقى وبعديها بيومين ولا حاجه كل يعني كلمت تاني قلت يلا <applause> يلا بقى عايز اسمعك آه. اللي انا عملته ويعني كنت مبسوط قوي عجبته او من اول ليسن عجبته قوي و ات يعني خلاص اللي هيك احنا هيك. في تلات ايام كانت يعني it and this is what I love when it comes organic when it's just organic when الاثنين me فيه سينرجي وكله اله كله organic ما فيش فاهم اللي هو باك اند فورث كتير يعني بعدين بقى عملنا كان في بقى ميكس والتسجيل والريكوردنج الحاجات يعني انه نسجل تاني وحاجات كده ف it's بس الكرييتيف بروسس ال, ال, ال نفسه كان uh, كان عاجبني قوي هو ويز هيز اكستريملي سمارت انا بشوف انه في, ال, في المزيكا بشوف انه هيز فيري سمارت وهاو هي في حتى ككل اغنيه فاهم مش اه دايفرسيتي جدا يعني انا بالنسبه لي يعني انت عارف كنت بتقول دريك مثلا انا بشوف ان دريك برضو كده يعني Absolutely. دريك لما عمل اونستلي نيفر مايند يعني <applause> مختلف يعني تمامًا. حد النهارده مقتنع ان اونستلي نيفر مايند توب فايف انا كمان توب 3 ايوه يعني انا بالنسبه لي تيك كير اف يو ريدنج ذس بالظبط اه نيفر مايند بالظبط بصراحه يعني اتس انسين وبعد كده نزل هير آه. لوس يعني اونستي نيفر مايند نزل عشان انا فاكر كان نزل وانا في اسبانيا نزل م. جولاي السنه اللي فاتت او اوجست السنه اللي فاتت yeah. نزل ديسمبر هو و21 كولاب البوم هير لوس زيرو سكيبس ايوه زيرو <applause> سكيبس <applause> طخ 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 داخل من الاول ريتش فليكس على سبين باوت يو يخرب بيتي ايوه ايوه ذا فرايتي اللي بالنسبه لي بجد 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 بالنسبه لي عشان كده ويجز واحد مي هو توب ارتست yeah. في مصر mm -hmm. لو سمعت هيرش ديسكو مصر اه طبعا mm -hmm. لو سمعت ديسكو مصري كيفي كده oh. هو وشريف مصطفى شريف اه oh. وسمعت اميره mm -hmm. وسمعت 21 اه بالظبط إيه كله ايه صاحبي في ايه؟ اللي واحده اللي هو بوب احنا كلنا <تصفح> بالظبط فاهم وبعد كده الثانيه انت ويجز ان هيز فيلز موت وانت المزيكا خطيرة عليها والساكس وبتاع وبعد كده 21 اللي هو انا داخل للمجال ده هينكو كلكم اللي هو المجال ده بتاعي أيوة لسه عنده 21 سنه لو انت مجنون ايوه انت آيه. آيه. <applause> مش عادي ما هو عشان كده انا بشوف انه فعلا هيز آه مش عادي يعني انه كل حاجه حتى كل انه فعلا الدايفرستي دي اهم حاجه انك انك تعمل كذا حاجه ووايل كيبنج برضو يور ساوند بس انت في نفس الوقت انت بت... بتدي يعني بتعمل حاجات مختلفه كده و... خطير وبتعرف تطلع شويه من ال... من ال... من بوكس معينه انا بالنسبه لي ده زي اللي احنا كنا بنقوله في الاول فاهم؟ وانت لو... كومبلمنتد ال... الصوت إنك... بشكل غير عادي انا كنت خايف شويه ما يكونش يعني ان انا ما اقدرش اطلع الحاجه عشان برضو الف... يعني كفوكلز اللي هو انه دي اغنيه فاهم فيها فوكلز قوي او انه يكون فيها واضحة جدا بالظبط ان فوكلز تكون واضحه قوي فكنت خايف لو انا ازاي ازاي هكومبلمنت بس بسات يعني لما سمعتها لاصحابي قبل ما يعني اللي هو كان كله بيقول لا it's اتس ذا بيرفكت اتس ا بالانس فاهم مش اي مش اي حاجه بتوفر على اي حاجه ثانيه يعني انا ما, ما, يعني 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 لا, ما فيش, balance, ما فيش, فيش يعني أنا مفيش فجاه في النص حسيت ان دي اغنيه ويجز بس <applause> ما فيش فجاه في النص حسيت ان دي اغنيه كان بس <applause> <It was تصفيق> عشان سبيشلي كمان في الكورس وبعد لما بيخلص انت في حته كامله اه حته كامله اللي هو العصف والسيكي ترجع تاني لا 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 بقول لك والله العظيم مش بهرج دي كانت واحده من الاغاني اللي انا حسيت اللي هو اه Like ذس is اكستريملي well deserved حبيبي والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله لا ابسطت قوي انه من انه الناس عجبتها يعني انه كان نايت انا برضو عشان البخت مثلا كانت اغنيه بحبها قوي اصل انا البخت خدت تقريبا النمبر 1 في سبوتيفاي رابت بتاعي ده yeah, 20 to... 20 كانت to... uh, 2021 uh, صح؟ اه هي نزلت 21 اه 21 آه. كانت كانت التوب بتاعتي في لا لا بتاعتي كانت خطيره واي فيل لك بصراحه انا حاسس ان انت مع اميره واحنا عامه احنا كناس بقى بيسمعوا مزيكا قدرنا نشوف ويجز بشكل مختلف خالص مقت... خالص عشان البخت كان زي ما كنت بقول لك اللي هو it was the first touch of اوكي هو مش بس بيطلع مش بس, بس لو انا جامد فشخ انا عشان الرابسين كله كده مم. انا اجمد انا هعينك انا هفشخك <applause> الرابسين فاهم قصدي؟ <أصلي>؟ سواء <applause> so اول مره تحس ان حد من الرابسين يطلع يتكلم اللي <applause> هو ما انا انا بحبها وبتاع ما آه ايه أكثر و... اكتر و... سبيشالي كمان اقسم بالله مش بس الموضوع كان بالنسبه لي مجنون ان هو هو بيتكلم انت بجد بتحس ان هو ده واحد بيموت في البنت دي بس هو جاي من <تصفح> من حياه وهي جايه من حياه <تصفح> <تصفح> ومش عارفين يتقابلوا في النص بالظبط آه. <تصفح> <لأ>. انا برضه <تصفح> انا الكلام انا كان انا بصراحه كلام مرعب اه اول ما سمعت عياط موت يا ابني اللي هو لو كان بايدي لا رمشي تمشي عليه ايه يا ابني مجنون يا ابني مرعب مرعب موت انا حافظ اغنيه

<تصفيق> 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 اه بجد <أه انا بحب روس انا انا كنت بسمع يعني من ثلاث سنين سمعت كام حاجه في وقت ما كان سايكو كان عنده آه عنده شويه برضه تراكات حاجه عنده تراكات برضه نفس الكلام اللي هو انا اجمد واحد في اللي هو انا, أنا, أنا يعني بس, عنده عنده برضه حاجات ارتست وبتاع بس عنده حاجات تانية اللي هو هاديه يعني انا بريسبكت الكارير بتاعه قوي يعني از ا كارير طبعا هيز هيز انكريدبل هيز انكريدبل هو ازاي فاهم برضه بي... هو دلوقتي اصلا شفت على تيك توك بيعمل بي... بي... بيعلم الناس شويه اللي هو دونت خطير. وعنده حق في حاجات كتير قوي يعني شوف دلوقتي ال... أو يعني انترناشونالي حد مثلا اي حد يضرب على تيك توك اول حاجه بيعملها مثلا اللي عندهم 17 18 سنه مثلا عنده اغنيه مثلا تضرب على تيك توك هيروح اوتوماتيكلي ساين لليبل يونيفرسال عشان هم على طول طبعا System مركزين هيجي بقى يقول لك تعالى uh, تعالى هنا فاهم انا yeah. طب ليه طيب يعني انت انت يور بلوينج اب اون تيك توك فهو راس بيتكلم كتير قوي عن الحته دي وآي اجري اللي هو انت يور دوينج اون اون ليه تروح تدي كل الرايتس بتاعتك و, وتلوز انت عارف هاز ا 6 اسمها اكسبوزد روس ليتلي جوز ان ان اندستري اللي هو بيتكلم ان الديسكوجرافي بتاعه ممكن يقعد ثلاث اسابيع بيلعبه وهو هو اللي بيميكس هو اللي بيماستر <applause> هو اللي بيكونس <بيعمل> هو اللي بيكونس كل حاجه وبيتكلم ان ذا ليبل ليتلي اللي هو بيهين كل الارتيست اللي جايين <applause> وال, والليبل بيقول للارتيست لما تطلع دونت سي ذات يور ساين تو ليبل سو بيبل كيب ليسننج اتس ا بريليانت سونج اتس كريزي اه بسمعها بسمعها بعد ما اخلص هبعتها لك تف تف آه موت لا هو حتينا. جامد جامد انه بي اكسبوز فعلا هو اسمها اكسبوز لا 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 ده بعدها اسمها وات ذا از انسين اي لاف راس فيد اوت وبجد حاسس ان ويذر بقى اتس لايك ان ان صونغ لو هو اتس ان اكستريملي باورد اب صونغ او حاجه شبه سايكو اللي هو شيكاي عامل ايه سايكو اللي حاجه حتبقى كده قوي هتبقى <lands> خطيره لايك جينيون دي دي ون اوف ذا ارتست ذات انا بجد حاسس انا بحب اجرب مع اي اي ارتست حتى لو يعني زي ما شو يعني ويجز حتى كان مختلف يعني كستايل وكان مختلف مختلف آه كان مختلف تمام فبحب اجرب مع اي حد وعلى فكره دي احلى حاجه في في المزيكا ان جنرال وين يو كولاب وذ بيبل هو ار different in general في الستايل وبتاع انت كده بتطلع بحاجه completely نيو completely original و... فلا definitely I would love to هبقى اجرب حاجه if the opportunity comes i love it. i genuinely love it i love the the process of ان انت you're creating music i i love the idea of ان انت والله العظيم ازاي You're able to blend كل ده how do you ازاي بتعرف تسيستم ان انت دلوقتي بتعمل حاجه انت بتحبها ودلوقتي انت بتعمل حاجه كوميرشال او دلوقتي انت بتعمل شغل بالظبط شغل يعني عشان اكيد بيبقى في ديستورشن سيكا في الحته دي اللي هو انا مثلا انا عايز اعمل دي بس I know ان this is probably gonna work more. Yeah. How, how are you able to balance that؟ عشان حاسس الموضوع ده صعب قوي. Oh, it's a Thank great question. It's a great question عشان فعلا صعب. كده <applause> <عشان تصفيق> كده <كدا. تصفيق> بيبقى اللي هو انا مش عارف انا يعني هل لازم اعمل حاجه صعب قوي انك تبالانس ما بين لو هو انت عايز تعمل حاجه في يعني مثلا عندي معظم الاغاني بتاعتي بتبقى 8-9 مينيتس مثلا okay. اوكي مش يعني تراك اللي هو اللي مح... هو تراك محترم جدا بالظبط <applause> اللي هو وبحاول برضه ابتديت احاول اطلع شويه من يعني مش هطلع منها بس اللي هو مشكلة ان انا لما ابتديت العب لايف وانا يعني انا كنت الاول بقى دي جي آه كنت بقى دي جي وبعدين ابتديت كنت يعني. اه وبعدين ابتديت آه آه عايز فاهم اللي هو العب لايف وازود اللي هو الجيتار والساكسفون وبعدين ابتديت بقى اعمل البرفورمانس اللايف سيت از يو مي نو ات انت اصلا انت يو ار اوزو جوينت تو بلاي اون فاب اه ان فبراير اه بالظبط اي ونت اسك ابوت ذا بس كده كده فاما ابتديت العب لايف حاسس انه مزجتي او الكومبوزيشن ستايل بتاعي اتغير وبقى بيرفلكت اكتر ان انا بحاول اعمل اغنيه عشان العبها لايف مش عشان يبقى بس تراك بيتسمع بس, بس, بس سبيك سبيك على سبيكر على في البيت بالظبط على سبيكر في البيت اللي هو انا عايز اعمل اغنيه بطريقه اللي هو اتس جيرني فعشان كده ابتدت تبقى اللي هو 8 9 دقائق <applause> واللي هو انا بعمل اغنيه هت هتبقى بعديها اغنيه ثانيه وبعديها اغنيه ثالثه وبعديها اتس ان ست هيتصور في حته حلوة قوي ومنظر تحفة و... فلازم تبقى فلو الفلو, وكل حاجة صح فابتديت افكر كده قوي وبعدين رجعت اقول اوكي بس الناس اللي بتسمع في ناس هتسمع على مش كله يوتيوب او مش كله هيسمع يتفرج على السات او رود تريب او يشغل سات على رود تريب او حاجة كده في ناس برضه هتسمع على سبوتيفاي اندفجوال سونجز فرجعت تاني اللي هو ازاي بقى ممكن ابالانس عشان انت ما تفكر كوميرشلي

مش كل الناس هتسمع سبعة ثمان دقايق تراك انفورشنتلي مش كل الناس يعني وقت فاهم ام كلثوم تعمل ام كلثوم اول واحده تعمل بودكاست في العالم صار فاهم 60 دقيقه بالظبط 60 دقيقه 22 مينتس انتوا انت عمري لو لسه ما دقيتش فين بودكاست ايوه بالظبط وانا المشكله ان انا كتير قوي بفكر كده يعني كتير بفكر اللي هو بكمبوز مش بفكر في عندي مثلا اغنيه في الالبوم الجديد برضه اسمها بيبل انترو ساكسفون ثلاث دقايق واو wow. فاهم اللي هو دي لوحدها اللي هو انت In انت دي اغنيه اصلا اللي هو اللي هو انت ثلاث ف... دقايق ساكس اه فمش يعني its, it's, cause it's a journey it was actually the intro of um, uh, of my لايف set في بلو لاجون في الدهب فكانت هي دي انا آه كنت بس ب... كان نفسي اعمل انترو حلو ك... يعني انترو انترو محترم محترم طويل و مش طويل فور purpose يعني بس هو بس جت كده يعني انها كانت ساعات بكون بامبروفايز ومش بقى بأ اللي هو مش بحط تايمر فاهم قصدي فبامبروفايز وخلاص فجت انها كانت انترو طويله قوي كده فازاي تخليها تبقى كوميرشال اكتر من ناحيه انه الناس هتقدر تسمعها على الراديو او يعني عمرك ما هتلاقي راديو هيشغلك اغنيه 7 8 دقائق ذير نو واي ما عشان كده الناس بتعمل تعمل غير لو بل الساعه 2 بالليل بالظبط اه غير لو الساعه 2 بالليل اه بالظبط فعشان كده وقت مش فاكر مش عارف سنه كام بس ابتدى الناس تعمل راديو اديتس وانه يكون ثلاث اربع دقائق حتى لو اللي... حتى لو الكترونيك تراك زي افيتشي مثلا ليفلز كانت مثلا ست دقائق بس الراديو اديت بتاعها كان مثلا ثلاث دقائق ف ده اللي صعب في انك تلاقي بالانس من ناحيه ال 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 ان ال... انت كوميرشلي تعرف, طرف... تعرف ال... بس في نفس الوقت تدي التراك الاساسي للناس كلها بالظبط ومن ناحيه الستايل بقى نفس ال المشكله برضو ساعات اللي هو ساعات احس انه آه هل مثلا ده اللي هي يعني do I really care about what people would would say لو سمعوا مثلا لو حد سمع على الراديو مثلا انه دي انسترومنتال ميوزك مثلا لو انا عملت حاجه انسترومنتال غير مثلا طبعا مع ويجز او مع نايلة او كذا بس لو عملت حاجه انسترومنتال هل الناس هتسمعها فعلا على الراديو ولا لا؟ آه بالنسبه لي البروف انه doesn't necessarily need <applause> <applause> فوكلز كانت موزايك يعني موزايك كانت ما كنتش اتخيل انه ممكن اغنيه انسترومنتال آه تعجب تعجب تأ... دلوقتي لما بتكلم مع ناس ساعات يقولوا لي شايف انه بالعكس اصلا ساعات عشان الانسترومنتال بيأبيل آه يعني موزايك اعرف ناس عندها 14 سنه بتسمعها وناس عندها 65 <applause> <دزدار> سنه بتسمعها فاللي فبحس انه و اي ثينك اتس مور فيرساتايل انا ممكن اقعد والله انا ممكن أو... اقعد أشتغل, <applause> اشتغل وانا بسمع موزايك مستحيل اشتغل وانا بسمع اميره مثلا أه. هتركز, أم هتركز في الفوكس Vocals في 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 Which yeah. بس اللي هو مش هرف اقعد اذاكر عليها yeah. مش هرف اقعد أشتغل عليها Rather yeah. ذان أن أنا أي أغنية تانية يعني about life اشتغل عليها موت اشتغل عليها اشتغل <applause> عليها <applause> 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 انا كنت لما بقابل لو بقابل ناس يقولوا لي كده بيقولوا لي انا يعني بحب اشتغل اشغل مثلا يوتيوب سيتس بتاعتك واقعد <applause> اشتغل او في الشغل مثلا او في ال... <applause> او في اي <applause> حاجه يعني <applause> الحاجات دي ف... فعشان كده بالنسبه لي كوميرشلي يعني اي لاف ذا كويستشن عشان اتس اتس توف يعني كوميرشال برضه اتس توف بالانس وليها كذا معنى يعني هل كوميرشال اوتوماتيكلي مينز اغنيه راديو ثلاث اربع دقائق ويكون فيها فوكلز عشان تبقى كاتشي والناس تفتكرها ولا هل ممكن تكون عندك حاجه برضه تعتبرها كوميرشال زي مثلا مزيك just أو في ناس تسمع تكنو بتسمع مزايق في ناس تسمع روك بتسمع مزايق أو mm. أو أو مثلاً مثلاً about life انا انا في مخي بحطها في بوكس يعني بقول لنفسي دريمز او اباوت لايف دي ابيت اكتر او اكتر الكترونيك اكتر عن ديفينتلي مثلا عن دي دريم او موزايك او الحاجات دي بس بعدين الاقي مثلا حد بيسمع حاجات كلاسيكال بيانو مثلا يقول لي اه انا بحب دريمز قوي واقول ايه ده بجد لا انا نفسي بكون مستغرب بقول له ايه ده اوف اوكي <applause> <applause> Yeah. والناس بيختلفوا تماما كل حد كل حد هتلاقي عنده حته اللي هو uh, this is actually what i like yeah. a lot اي سؤال غريب جدا mm. بس cool. uh, i always found it very interesting how do you label your songs how do you name them uh, ال... سؤال غريب اه غريب بس لا لا يعني ايوه لا لا بس 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 عشان سبيسي يعني. في الانسترمنتس يعني خلاص اميره اندستاندنج <متصفيق> اميره على واحده هي بنت اميره بس بالنسبه لي الانسترمنتلز بتحط تقدر ازاي ت يعني تسمرايز كل دي في كلمه حسب ال... مع حسب برضو الايموشن اللي انا كنت حاسه وانا بعمله في ال... في ال... في ال... يعني انا مثلا دريمز كنت حاسس انها اتس فلو ابليفتنج فلو يعني حاجه اللي okay. هو احس ان انا I'm, يعني I'm dreaming of something and I'm finally I finally reached some of بزرق. my dreams فاللي هو حسيت اللي هو وانا بسمع المزيكا هي دي ده اللي انا حاسس بيه ف

Uh, ساعات أه uh, معرفش يعني موست اوف بيبقى ايموشنز اكتر يعني اكتر اللي انا حسيت بايه هو موست اوف ذا تايم ذس از از ايموشنلي بالظبط اي فيل رايت ناو وات ذا ميلودي از يعني وات ذا ميلودي كونفيز او وات ذا ميلودي ساوندز لايك حتى لو عارف انها غريبه شويه عشان انسترومنتال بس بتحس اه اتس بتحس بحاجه بتحس بحاجه بالظبط اه زي ما بقول لك دريمز مثلا حسيت انها احلام okay. بوت او oh. والبلز <applause> اللي <applause> ايه <اللي تصفيق> في الاول <دي> حسنها <applause> بس ف is also very interesting عشان I feel like that made you go into a great performer عشان <applause> you're an artist <applause> والله you're an artist بس with performances زي for example يعني I actually عشان دي حاجه I'm actually interested in uh, <applause> انت on Feb <applause> ال performance ان شاء الله هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى لايف زي يعني لايف طبعا Second, exactly. <applause> like an ان live لايف برفورمانس uh, وطبعا يعني بالنسبه لي انا اهم من يعني تقريبا اهم برفورمانس في حياتي يعني عشان كان بقالي كتير قوي قوي عايز اعمل كونسرت في مصر في القاهره وانا عمري ما عملت يعني بابليك بابليك كونسرت في مصر فبالنسبه لي اتس like this is oh this is, this is a... يعني ده معايا اه بالظبط انا اللي هو أصلاً حتى الناس كانت اللي هو ابتدت اللي هو مثلا بناونس كونسرت <applause> في نيويورك مثلا الناس تقول لي انت لو... <applause> <applause> زعلان لا انت انت زعلان مننا ولا ايه انت عارف انت عارف ان انا عرفت اصلا ان انت نازل مصر في فبراير عشان واحده صاحبتي بعتت لي قالت لي بقول كنت انا اللي هو بتكلم فبيقولوا لي هو سبوست لايك كونكت اون ذا بودكاست فاي واز لايك هوبفلي بكلم دلوقتي حد وبتاع بعد كده لقيت صعباتي على تالي بيقولك إيه أنا عارف أنت تحب أشياء قوي النزول نزول صعّك نزول في ساعتها رح تدخل الغلط هو مات على طول بس بالنسبة لي يعني I feel like this is this is a big deal أنا بالنسبة لي أنا أنا كنت أنا I I was so this is sad. massive ولقو كتائزي يكون يعني I've been waiting for the right time أو the right place أو كل يعني إنه كل حاجة تكون صح عشان تبقى أدي برضو يعني زي ما قلت لك أهم حاجة بالنسبة لي طبعا ال to get them back الناس yes. تكون nice cool the uh audience يكونوا مبسوطين و to have a good time and I hope إن شاء الله everyone's gonna have They a will. good time yeah, I'll, I'll ف... be there إن شاء الله <laughs> I'll, be, I'll <laughs> make sure <laughs> it. <laughs> <laughs> of it <course laughs> I <I'll> love that <laughs> <laughs> بس فأنا عشان كده كان نفسي لو يكون I wanted to be special and something very very unique يعني إنه ما يكونش uh, انا بالنسبه لي كانت اهم حاجه يعني مصر ام الدنيا <تس dari> <تصفيق> والله خطير والله عظيم خطير طبعا اهم حاجه فانا بقالي حتى سنتين ثلاثه بقول عايز اعمل زي لما عملت يعني ما عملت موزايك في الاهرامات مثلا ما كانش يعني ما كانش كونسرت كان بس الفيديو كان برضو بالنسبه لي كان اللي هو كايند اوف ستيتمنت بالظبط اللي هو انا عشان وقتها كان موزايكا تقريبا من اول الحاجات اللي العب اللي عاملها لايف كفيديو يعني وانه الناس تشوف ان انا بلعب ده بيلعب بجد بلعب آه بلعب لايف اه, آه فحتى ساعات كان مثلا حد يسالني يقول لي مين بيعمل انت ازاي اه ازاي <applause> بتكمبوز على الميكسر وبتاع طيب بقول لا انا بكمبوز بالظبط انا بكمبوز بجد بلعب الجيتار وكده فاي ونت تو شو ذات عشان اللي كنت مثلا ساعات اكون مثلا مرة مثلا كنت في مونترال ده كان قبل الفيديوهات وكل حاجة قبل يوتيوب قبل يعني قبل ما ابتدي احط حاجات على يوتيوب تكون واقف مثلا في اشاره واسمع اسمع مثلا حد جنبي مثلا الرينج تون بتاعته مزيك مثلا فاهم فاقول اقول له ما حدش كان عارف اللي هو اوكي يو نو ذا ميوزك بس يو دون نو ذا ارتست ذا ارتست اند ذس واز تو مي ذا بيجست تشالنج وبحس انه اتس بالذات كومبوزرز او بروديوسرز او دي جيز او اي حد بي بي او في الالكترونيك ميوزك حتى ان جنرال بشوف انه اتس تشالنج انك تكون بت بتعمل مزيكا وانه الناس عارفه المزيكا بس مش عارفه يعني لما بتكون مغني بتبقى بتبقى مختلفه بتبقى مختلفه بس انت عارف حتى في الاندستري الناس اللي زي مترو او مي باك ميوزك مترو في دايما بس بيبقى في اللي هو بيقول مترو بومن مترو ايوه ايوه انت اكيد تخش كل كل يعني especially

أو لما بتكون لسه أنا تع... يعني اتعلمت ميوزك بزنس كنت بقرا كتب واتفرج على كورسز وبتاع عشان اتعلم اللي هو هاو ات وركس بس حتى ال... طبعا اللي أنت بتتعلمه مختلف عن الرياليتي أو ال... ال... يعني حياتك في ال... في ال... في الاندستري أو بتبقى ماشية إزاي فلما عندك مثلا أغنية بتمشي كويس زي حصل مزيك أو حتى سينج <applause> باك او اه بالظبط <applause> آه <بالزبط>. <applause> <applause> كل ده مع نايلا كانت ف... إيه برضه اه كانت مع نايلا بجد اه أو شارك؟ اه كانت قبل جيفي ليتل حتى كانت بجد اه اقدم كانت 20 16 ما تهركش اه سينج باك خطيره برضه والله العظيم انا كنت كنت بعد لا 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 دي كانت اول كانت اول واحده اكشلي اول واحده كانت كانت اول واحده فيها فوكلز اول واحده فيها فوكلز اه بس فحتى الحاجات دي لما لما عملت كنت أقول <applause> كنت بتكلم <applause> <كنت> <applause> على ان ال مختلفة اه ال yeah. مختلفة عن اللي انت بتقراه اللي انت, اللي انت بتشوف بتشوفه كده فانا ما بتبتدي اجي لك مثلا اغنية تمشي كويس او حاجة وانك يو بوت يو بوت ان ذا ورك اند يو خلاص يو هابي وذ ات والناس ابتدت تسمعها وكله بتفتكر بقى ان انت خلاص كده انت this is it لو يور كارير از جونا تشينج وتورنج بقى وخلاص خلصت بوكينجز uh, uh, في كل حته وكل الناس عارفاك وفانز وبتاع وانستجرام فولورز وبتاع and وكل حاجه لا اه uh, uh, لا اتس نوت ذا كيس كده اتس نوت ذا كيس خالص بقى ف انا الاول كنت كده اللي هو مثلا طب اذا انا عندي اي هاف 60 مليون اون موزايك اي هاف 60 مليون فيوز طب إيه فين ال... في فين البوكينجز عامل ايه بتاع ف يو هاف تو بقى ليرن بقى هاو تو لا لا ذس نوت هاو ات وركس يو هاف تو بيلد ا كوميونيتي يو هاف تو هاف ريل فانز هو لازم الناس تبقى عارفه انت مين في ناس كتير مثلا عارفه الاغنيه زي ما بس, مش عارفة بس... بس, مش عارفين الارتست ف عشان ارجع لحته موزايك بالنسبه لي كانت عايز الاغنيه دي اللي الناس ابتدت تعرفها واللي هي كانت وقتها اكتر اغنيه عليها فيوز وستريمز وكده الاوديو فيرجن فقلت اوكي عايز الناس دي تبقى عارفه انا مين او تبقى عارفه انا جاي منين او تبقى عارفه انا ناس كتير قوي مثلا ما كانتش عارفه ان انا مصري أه. لك... أول في كنت عارف مصري اه ده تركي لبناني ده انا عايش بتاع وكا... كذا اقسم بالله في الاول كنت عارف انت مصري اه ما عرفت اللي هو انت مصري حضرتك بس يعني انت كفيلسيف مصري بالظبط حتى الدايركتور بتاع الفيديو بتاع موزايك اللي عملناه في الاهرامات لما رحنا اتقابلنا مع بعض في في التجمع هنا يعني مش فاكر كان في داون تاون ولا حاجه يعني انا <applause> <applause> ما كنتش عارف انك مصري انا لما أنا كان عامل زي الانجليزي بتاعه لو ما كانش عارف ان أنا مصري ولا انا جاي اصور فاهم بيقول اه عايز اصور في الاهرامات بتاع لا انا لا انا جاي دي من زمان كانت كاستيتمنت اللي هو اي وانت تو شو انه الاغنيه دي واحد مصري بيعملها

انا كده. فخور موت ان انت معتز بالحته دي والله اه طبعا ما شاء الله ما شاء الله حته مهمه جدا يعني ده كميوزيكلي حتى دي اكتر حاجه ده, ده الاساس ده الاساس, بالظبط اللي هو انا يعني مهما سمعت على طول هرجع لل لل للاصل قصدي <applause> او الأوريجينال يعني اكتر حاجه بتعجبني في اصل لما اكون مثلا في كندا برضو واكون مصر وحشاني ده اللي بي النوستالجيا بكون الانسب... <applause> اه بكون نوستالجيا وبتكون نوستالجيا قوي اللي هو بكون بسمع كده واقول افتكر بقى ايه بقى فاهم اللي هو كنت بسمع بقى عمرو دياب بقى الهضا بقى ايوه بالظبط ف بس فابتديت بقى اشوف انه الاندستري فعلا مختلف عن انه اتس نوت اوفر نايت اوفر نايت يو هاف تو بيلد براند يو لازم الناس تبقى عارفه انت مين تبقى شايفه انت مين فاللايف بالنسبه لي كانت أكتر حاجة ابتدت تعرف الناس اللي هو اه ده عاش هو ده اللي عامل ايه ده اه ده اللي عامل موزايك حتى وقتها كنت فاكر في الأول خالص كنت بلعب في كنت بلعب في كلوب كده في في مونتريال اسمه اتغير اسمه كذا مرة يعني بس ميزون سان بول دلوقتي وكان وقتها كنت ألعب مثلا هناك وبعدين ألعب مثلا موزايك و اه و... أو... في ناس مثلا تقول لي اي لاف ذا سونج واحد مثلا فاكر جروب كده اوف تركيش بيبل جم كده كوز اي واز لايك تشارتنج ان تركيا ات ذات تايم ف جروب اوف تركيش بيبل كانوا جايين يقولوا لي اي لاف ذا سونج اي لاف ذا سونج باي اش يو نو يو نو اش اه لا ما حد بيجوا لك انت بيقول لك اه ما حدش كان عارف لسه اللي هو عشان ما كنت انت بزلط... بني ادم عشان ما كنتش ابتديت اعمل لايف وبتاع واحس انه ده فعلا ال اللي ابتدى يكبر البراند شويه من ناحيه mm -hmm. انه الناس تبقى عارفه people started to read the sound people started so. to, uh, to, relate, uh, to link the sound with who you uh, are the yeah. face بس <laughs> انه <laughs> انت عندك واحد ده هو ده it's very okay. important so, no oh, members. it's very important انا وقتها كنت بقول this is maybe the only way that عشان كنت stuck شويه يعني كنت mm -hmm. لو I was stuck في حته انه how can I يعني is it is it follow is it instagram is it uh, طبعا ما كانش فيه بقى ريلز او حاجه ريال دلوقتي ريل ريلز والتيك توك بي بيساعد قوي بس بتاعك اللي هو is it انستغرام هاو كان اي بيلد ماي انستغرام انه الناس تبقى عارفه ازاي ممكن لما الناس تخش على انستغرام تبقى عارفه ايه ده اه ده قاش بتاع موزايك او ده نفس الشخص او دلوقتي دلوقتي دلوقتي. بتاع ف this was the challenge وحاسس ان انا اي was able to to overcome <applause> this challenge through الفيديو انت الكارير كله بيبقى على طول يعني <applause> تشالنجز بزبط وبعدين بزبط. كله بيتراكم على بعض بالظبط فدلوقتي مثلا اللايف اوكي حلو الناس خلاص عرفت طيب ازاي بقى بقاها... ازاي جد بقى من نفسي واللي هو الناس تبقى تقدر ت... او الناس ما تزهقش برضه من اللي انت بتعمله فاهم انت مش عايز حد اللي هو تكون بت... على طول تدي حاجات جديده لل... لل... للفانز والناس Absolutely. اللي بتسمع ان جنرال ف بس انا قلت لك دخلت في كذا حاجه في نفس الوقت بس بس دخلت في كذا حاجه انا اي ثينك وي ديد ان اور اند هاف مثلا حاجه ساعه ونص حاجه اه كده والله العظيم ساعه وثلث ايه ده بجد؟ ذاتس وين يو نو ذاتس اي نو انا والله بيبقى في بودكاست ممكن اكمل والله العظيم انت عارف إن والله بيبقى في بودكاست ببقى حاسس اللي هو عدى مثلا تلت ساعه اللي هو خلاص انا ما حسيتش خالص في بودكاست ثانيه اللي ده اللي هو واو جامد قوي بس ما حسيتش خالص انه ساعه قلت نو يعني لا لا بس <applause> انا مش أنا عايز اقول من كنت كده عارف انت لسه لا بس <تصفيق> <تصفيق> يعني تراب اب لو انا <applause> عشان this is very important وانت ما شاء الله you overcame this hurdle amazingly <تصفيق> <تصفيق> if I am an independent artist انا لسه بادئ بحب العب مزيكا بغض النظر الجانر اللي انا فيها ايه what would be your two cents لو انت لسه بادئ دلوقتي 2023 او داخلين على 24 كوسان طيب يا لو انت داخل على 2024 فريش انا شايف انه اولويز اولا تراست ذا ذا بروسس او تراست اي نو اجين برضه ات ساوند بروبلي ساوندز كليشيه بس نو يو هاف تو تراست انه المزيكا اهم من اي حاجه في ال يعني اقول لك فاهم اللي هو بروموشن وبتاع وتحط uh, مثل فلوس مثلا في حته كذا او في انستغرام ادز او ما اعرفش ايه لا ذس از ذا ميوزك اتسلف از مور امبورتنت انك تكونكت مع الـ مع الناس تسمعك to build a following to build people who actually relate to your music and to build some kind of برضو brand around it إنه الناس تبقى زي ما قلت لو تأسوشييت دا مع دا this face أو this music عشان تقدر تخلي ناس engaged وأنها تبقى على طول عايزة تكمل تسمعك ولو مستنية when's the next track or when's the, the next album أو بتاعها Uh, و أهم حاجة شايف إنه to always trust إنه the music is more important than anything else إنه ما حدش يجي يقول لك مثلا uh, تعالى oh, I'm gonna sign you and I'm gonna I'm gonna make you big وبتاع this is all bullshit <laughs> يعني ما فيش حاجة اسمها لو مزيكا لو ما عندكش أصلا ال following أو الناس بتسمع أو يعني أو أن أنت you didn't even you don't even بال... believe in your own music انك مستني انه حد يجي هو اللي هيشهرك تركب على لو تركب على ظهره وهو اللي يشهرك لا ده مش هي... ده مش هيوصل لحاجه يعني هو اهم حاجه انك you keep doing your your music and to حتى بيل سمول كوميونتي ناس تبقى لو مثلا انت تعجب... في مثلا 15 واحد عاجبهم قوي المزيكا بتاعتك keep يكيب... Wilson, yes. لازم لازم تركز مع ال 15 واحد دول عشان ال 15 دول هيجيبوا هي لك 15 تانيين و, و and then it's gonna keep uh, growing, and growing and escalating, escalating وكده طبعا برضو you still have to do the انا برضو حتى يعني في الاول كنت كنت بقعد ابعت مثلا لبلاي ليست لحاجات كده بس لما بقول trust the process عشان في كتير قوي مثلا كانوا يقولوا لي بالذات في الاندستري انترناشونالي uh, اللي هو الناس تقول لك ده كروس اوفر ده ده وورلد ميوزك ده ولا ايه ده اه ده شرقي قوي آه مثلا ده لا ده مش الكترونيك كفايه ده دوب ستيب زياده ده ده كذا فاللي هو يقول لك اه ده لا ده ده مثلا هيعجب بس هنا او ده مش هيعجب هنا او ده هيعمل كذا وبتاع فلو انا كنت وقفت على الناس اللي بتقول لك فاهم ما آه لا ما ده مش هيمشي او ده مش هيكمل عشان الاندستري مش لذيذه على طول الناس هتحاول to bring you down يعني ايه, او تقول لك the, هم الناس الوحيده اللي هيبقى معاها السولوشن ال بالظبط يعني هو آه. بيقول لك انت انت هتتهان بالظبط بس انا هنقذك اه اللي yeah. <laughs> هو just sign sign ليفل <laughs> <sign> بالظبط <laughs> <label. Sign label. laughs> <laughs> but but بس بس انا ما اتسنج ذات ليبلز ار اول عارف إنه لما بتكلم قوي في الموضوع ده it sounds like it, it, it sounds like I'm against labels I'm definitely not against labels خالص انا بس I'm saying انه you know, it's not always the, the right way or the only way especially

يجي يقول لك مثلا انا هشارك وهحطك في الراديو ده وهعمل لك او هعمل لك دعاية في كذا أو أعمل بتاع مش هيوصل لحاجة because if no one is gonna listen to يعني they can get they can have access to it and they can they can actually be like oh okay maybe oh this is nice ده بتاع سمعته في الراديو كذا او سمعته في فيستيفال كذا حلو بتاع بتساعد طبعا بس it's not the only way and it's not the main the main uh, vehicle the to vehicle to, to to getting more Listeners or fans in general, and I see that even TikTok or Instagram, you can start getting more. Yeah, you can, and not in a. I'm not saying internet. Lo hoa, hop on a trend, for example, do what works. Okay, Just to because so many people have access to TikTok and Instagram, and they can. find new artists and they're interested لما تكون بتسكرول مثلا حاجة ممكن سمعت حاجة, حاجة عجبتك فاهم لو مش لازم تكون بتعمل the كورن song <تصفيق> أو معرفش <applause> <applause> أو, أو أو remix لحاجة مشهورة عشان ت يعني definitely <applause> ممكن بتساعد الالجوريثم وبتاع أكيد بس it doesn't mean that لو أنت لازم a trend ت hop on عشان ت الناس تبقى Absolutely. تبقى صعبه تريليت تو يو كده ممكن الناس تسمع مزيكا حلوه وتعجبها And this is how you build one, two, three, ten fans. And you don't need, yeah, to wrap it up, you don't necessarily need a, a, a major label or like, one of the, the biggest. <laughs> <fans. or laughs> it's, it's, not, it's not always the, the winning, uh, Bet. <laughs> the winning of that You have to just grow your, keep, trust your music, trust the music that you create, and trust. Uh, your gut برضو and learn about the industry برضو دي حاجة مهمة قوي أنا بشوف إنه لازم ال artists بالذات النهاردة يعني you have so many free resources on on YouTube on حتى تيك توك أنا كتبت music business أو حاجة learn about your rights you have to learn about حاسس إنه النهاردة ال لازم يبقى in in a way uh, في manager. الاول his own manager his own his own lawyer his own Absolutely. كل حاجه يبقى فاهم الكوبي بالظبط بالظبط عشان ما يضحكش عليك تبقى فاهم الكوبي رايت شويه مش بقول لك تقرا كتاب كوبي آه رايت لا 1000 صفحه بس تبقى فاهم الكوبي رايت ده مثلا حقوقي ده لو مانجر ده جه قال لي مثلا هياخد منك 80% لا أنا لا, لا انا عارف ان حتى لو أن لسه ما صغير انا لسه صغير, مع صغير, صغير وما بكسبش فلوس من المزيكا او حاجه لا ما انا ات هاز ا لونج تيرم امباكت وات اف ان ذا نيكست وات اف اتس ا 5 يير ديل اند ان ذا نيكست 2 ييرز اي بلو اب والناس You, النهارده uh يو don't have a choice you need to know the music business and you need to learn about everything around the career not just the music and then but you start when the music grows and i hope for anyone any that creates music that the music grows and you start getting a team around you and the right people بس انت تكون خلاص انت فهمت القصه وتعلمت وعرفت انه ده صح ده غلط ده اللي انا بحبه ده اللي انا مش بحبه ده مثلا هيضحك عليا ده مش هيضحك عليا كده فتكون اتعلمت الاندستري كويس و بس هو كده ما يضحكش عليك انت بجد بجد مش فاهم حابب اشي اي بيشيت ده والله العظيم انا ان شاء الله الكونسرت امتى Uh, 9 فبراير فبراير ان شاء الله 9 9 فبراير 9 2 10. اه 10. <applause> oh. 100% بي ذير بليز 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 بول اب بليز بي ذير والله, honor, والله العظيم ات مينز ذا ويل تو انت مش فاهم بجد <تصفيق> <تصفيق> عشان احنا وي بن تراينج وي بن تراينج ان احنا نظبط الحلقه دي بقالنا yeah. كتير موت انا مثلا سنتين ولا حاجه فان انت تبقى موجود دلوقتي وان انت تبقى موجود بيكوز ذس ابسود 102 يا دي حلقه 102 فاهم انت مش فاهم انا مبسوط قد ايه ان احنا بادئين بعد ال100 حلقه ان احنا بادئين بيك because